يرفرف العلم ويصدح النشيد في واحدة من مدارس الشرف والتضحيات العسكرية هنا في محافظة مأرب، حيث أدى أفراد هذه الدفعة الجديدة عروضا عسكرية كأول دفعة من المقاومة مدموجة في الجيش الوطني والأمن. في محافظة مأرب تحاول المؤسسة العسكرية لملمة ما يمكن وإعادة تشكيل صفوفها ووحداتها التي تعرضت لأسوأ عملية تدمير على أيدي الرئيس السابق ومعاونيه. القوات الكاملة استالح أعد. ومن فترة إلى أخرى ترفد القيادة العسكرية الوطنية المؤسسة بدماء جديدة من الشباب الذين يخوضون معارك شرسة منذ أشهر مع الجماعة الإنقلابية بقيادة الرئيس المخلوع وتحالفه الطارئ مع جماعة الحوثي. لقد تم دمج أفراد المقاومة في الحاجز الأمني وفي المقاومة المدافعة على المدينة، تم دمجهم إلى القوات المسلحة وإلى الأمن. أولاً كانت الدورة الحمد لله مرت على خير بمشاركة التدريب، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن، نكون يعني عند حسن الظن بالنسبة للدولة ونقوم بواجبنا على أكمل وجه. ستتولى هذه الدفعة التي أطلق عليها دفعة النصر حماية المنشآت وتطويق المدينة بغرض فرض الأمن وإعادة ترتيب الحالة الأمنية بحسب الأولوية والاحتياجات التي تناسب طبيعة المهمة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد عموماً وليست مأرب فقط. منذ أشهر تعمل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة على تكثيف جهودها من أجل إعادة الصورة المشرفة لهذه المؤسسة، وإن ظهرت بطيئة محدودة لكنها تمضي بخطوات حثيثة لتحقيق أهم النتائج المرجوة بتشكيل جيش وطني، لا سيما أبرزها ضخ دماء شابة جديدة تعمل على إعادة إحياء روح الشرف العسكري لدى أفراد الجيش المتهالك والمضعضع. إذ تبقى هذه واحدة من أهم الرسائل التي تبعثها قيادة المنطقة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من يحاولون من وقت إلى آخر إيصالها بطريقتهم.